وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر محمود انور من قناه جيم اكس تو. النهارده يا جماعه نتعرف ازاي نخش على الدارك ويب ونعرف الفرق بين الدارك ويب والدي ويب، وانا مش هطول في المقدمه باذن الله عشان نقدر نخش، لان الفيديو هيبقى طويل شويه عشان الفيديو هيبقى فيه متفصل لثلاث حاجات. اول حاجه نشرح ايه هو الدارك ويب والدي ويب، تاني حاجه قبل ما نخش او نعرف ايه وازاي اخش على الدارك ويب لازم الاول اامن نفسي. يعني ايه اامن نفسي؟ يعني الاول قبل ما اخش على الدارك ويب لازم ابقى فاهم هو انا اخش على ايه، فلازم ابقى اشيل بقى حد، اعمل حد حاجه زي كده. عشان كده في برنامج او في حاجه معينه هنعملها هنسطب عليها البرنامج او المتصفح اللي هيدخلنا على الدارك ويب. طيب مالكش دعوه بالافكار دي الموجوده، الموضوع هيبقى سهل جدا وانت بتطبق، بس الاول بس واحده واحده. هو ايه الدارك ويب ده؟ الانترنت المظلم ده اللي المفروض فيه مواقع مخفيه الناشر بتاعها او الببلشر بتاعها هو اللي عامل الموقع ده بس خفي. ليه؟ لان هو مثلا مش عايز حد من مسؤول الدوله يشوفه، او مثلا مش عاوز مباحث الانترنت تشوفه. الموقع كيكا بيتجاب وبيتقفل، بس هو بيبقى مخفي شويه لحد ما بيتجاب وبيتعرف، بعد كده بيتقفل وبيفتح له، والناشر برضك بيفتح موقع تاني وتالت ورابع بيقرا الجديد. بس مش ده موضوعنا. يعني الموضوع ان هو في الدارك ويب ده في كل الممنوعات وكل المسروقات وكل حاجه انت ما تتخيلها. طيب ايه بقى الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟ الدارك ويب ده الحاجه اللي ظاهره قدامك لما بتخش متصفح وتكتب اي موقع زي كل تصفحاتك، كل تصفحاتك، كل اي حاجه انت بتعملها مش ظاهره عند مثلا شركه الانترنت بتاعتك، او مش ظاهره المباحث الانترنت اللي بتراقب او حاجه زي كده. كل الحاجات ديت مش ظاهره خالص لما بتبحث في الدارك ويب. طيب الديب ويب بقى يا جماعه اعمق من الدارك ويب بكتير من اسمه. يعني ايه؟ لان كل في كل حاجه خطر بقى، يعني اخطر بكتير من الدارك ويب، لان هو في المواقع اللي احنا المواقع زي مواقع القتل ومواقع المأجورين، القتل المأجورين والناس ديت. يعني فمش عايز يعني اخش في الموضوع ده عشان ما تودناش في داهيه. تمام، مش موضوعنا. تعالى بقى نخش بقى ازاي نبتدي في الموضوع ده وازاي نحمي نفسنا اصلا من هاكر. طيب هو الدارك ويب قبل ما تخش انت بتبقى معرض للهاكر 100%، لان اي موقع من المواقع اللي انت بتخشها انت اصلا مش عارف تابع مين وبتاعت مين وايه الحاجات دي. انت تخش اصلا على موقع الانترنت العادي، تمام، لو انا جبت لكم دلوقتي اي موقع عادي لاي كراك، موقع كراك، هتلاقي البرنامج المالور، تمام، بيقول لي الموقع ده فيه فيروس كبير. تخيل بقى ده موقع على الانترنت العادي، تخيل موقع على الانترنت المظلم، هتلاقي فيه هاكرز وملفات غير طبيعيه بالمره. فانت عشان تحمي كده نفسك لازم تنزل نسخه وهميه على الجهاز بتاعك تقدر تشغل عليها المتصفح تور اللي هو هيشغل لك او هيديك الصلاحيه انك تستخدم الدارك ويب. طيب هو انا هعمل ايه الاول؟ تمشي معايا خطوه بخطوه. اول حاجه انت هتكتب هنا في ام وير، الفي ام وير. بس اول ما بتضغط على في ام وير بتروح على الفي ام وير ديفلوبينج، تمام، وبعدين بتعمل جيت ستارت. تمام، المفروض انك بتبقى هنا لحظه. تمام يا جماعه، انت بعد ما بتكتب الفي ام وير، انا اسف انا رجعت تاني عشان بس كان في خطا، بتروح على الورك ستيشن بلاير، تمام، وبعدين هنا بينزل زي تحت بتطلب منك التراي ورك ستيشن، تمام، احدث حاجه للويندوز طبعا لو انت عندك ويندوز، فبتضغط للويندوز وبتعمل له داونلود. نعم، التطبيق بيبقى حوالي 2 جيجا ونص او حاجه زي كده. طيب انت بعد ما بتحمله بيظهر لك بالشكل ده. انت بعد ما بتضغط داونلود المفروض ان حضرتك بيظهر لك الفي ام وير ده، البرنامج ده المفروض بعد ما بتحمله، تمام، بتسطبه عادي تثبيت عادي جدا وبيظهر معاك بالشكل ده اللي انت شايفه قدامك ده، الفي ام وير ورك ستيشن بلاير. تمام، تعمل ايه بعد كده؟ بتحمل نظام الكالي لينكس، تضغط على كلمه كالي، بتكتب كلمه كالي لينكس، تمام، وبعد كده اهو زي ما انت شايف كالي لينكس، بتعمل داونلود، تمام، تنزل تحت. طبعا هنا انت بتقول عايزه على الكورس ولا عايزه على الفيرتشوال ماشينز. الفيرتشوال ماشينز اللي هو المفروض اللي هو الفي ام وير، يعني الفيرتشوال ماشينز ده اللي هو الفي ام وير، تمام، اللي احنا محملينه. اي فيرتشوال ماشينز زي الفي ام وير او البيت بوكس دي برامج يعني معروفه للفيرتشوال ماشينز. طيب انت بتحمل ايه؟ بتحمل ده، هو ده اللي عباره عن 2 جيجا ونص. انا اسف، ده الفي ام وير، برنامج الفي ام وير عامل 500 ميجا، يعني كل اللي هتحمله معايا هو 3 جيجا ونص زائد التور يعني. تمام، بعد ما بتحمل البرنامج اللي هو الفي ام وير والكالي لينكس، نظام الكالي لينكس اللي هو الفيرجن في ام وير، تمام، بتختار طبعا انت عايزه 64 ولا 32، وطبعا احنا بنفضل ال 64. وبعد كده بتختار اللي هي الفي ام وير بس، اللي هي الفي ام وير ديت، وتضغط عليها ريكومند، وبعد كده بتبدا ان هي تثبت معاك او تتحمل معاك. طيب بعد ما بتتحمل معاك بتظهر ليك بالشكل ده، لو انت واخد بالك، استنى
تمام، بيظهر معاك اللي هو الفي امير ده، تمام، بتاخده هنا كده وتعمل له اكستراكت هير. تمام، بعد ما بتعمل له اكستراكت هير، المفروض ان انا كنت عامل له اكستراكت هير على داونلودز، تمام، انت شايف كده، هتلاقي الكالينكس زي ما انت شايف هو بيظهر لك بالطريقه دي. طيب انت بتعمل ايه؟ كل اللي انت بتعمله انك بتفتح الفي ام وير زي ما انت زي ما انت شايف كده. بعد ما بتفتح الفي ام وير، طيب المفروض ان انا هفصل، تمام، عشان بس ايه ابين قدامكم بيشتغل ازاي. بس عشان اول ما بتشغل الفي ام وير بيظهر لك بالطريقه دي، بس ما يبقاش فيها الكالينكس ده. طب انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل على كلمه فايل وبتعمل نيو فيرجن ماشين، تمام، انا اسف، لا فايل اوبن، وبعد كده بتخش على الكالينكس او بتخش على اللي هو بيديك على الفرده كالينكس. هتلاقي في حاجه الوحيده بس هي اللي ظاهره كده، اللي هي الفي ام وير اي ام دي 64. بتضغط عليها ضغطتين بيفتح معاك حاجه زي دي بالظبط كده، بعدين بتضغط عليها ضغطتين بيفتح معاك. طيب احنا مش عايزين ده، في سيتنجز انت بتعملها قبل ما بتفتح الفي ام وير على طول. ايه هي السيتنجز ديت؟ طيب هنفتحه تاني مع بعض ونشوف. بتضغط هنا ضغطه واحده بس، تمام، بيظهر لك اللي انت شايفه ده. طيب بتيجي هنا وتضغط على الايديت اللي هي السيتنجز بتاعتك، وتشوف هنا انت عاوز تستخدم انهي. لو انت مثلا رمتك 8 فانت خليها 4، لو عايز تخليها 6 تمام، ما دام انت هتشتغل على طول على الفيرجن على الفيرجن فريم وير او الكالينكس لو انت عايز تستخدم على النظام ده. طيب بتعمل ايه؟ بتخليها 6 جيجا او 4 جيجا. طب لو رمتك 4 خليها 2 عادي مفيش مشكله، لو رمتك 2 خليها 1. هو كده كده كالينكس ما بتستخدمش كتير، يعني هو مش عاوز استخدام كتير، بس الافضل ليك انك تخليها طبعا 4 او 6، تمام. فانا هخليها على 6، تمام، وافتحها معاكم، وافتح معاكم الكالينكس قدامكم كده زي ما انت شايفين. طبعا انا هستنى لحد ما يفتح لانه بيطول شويه. زي ما انتم شايفين كده فتح معانا وبيطلب مننا اليوزر نيم، اليوزر نيم بيطلب منك اليوزر نيم والباسورد. انت بتعمل يوزر نيم كالي، تمام، والباسورد كالي، تمام، وبتضغط على كلمه لوجن. طيب لما بتضغط على كلمه لوجن المفروض ان حضرتك بيفتح لك معاك النظام الكالي زي ما انت شايفه كده، بيبقى معاك الفايرفوكس، تمام، والملفات بتاعتك كل حاجه. طبعا النسخه بتبقى كانها نسخه ويندوز منزلها جديده، تمام، فبقاش عليها اي حاجه خالص. طيب انت بتستخدم الكالينكس ازاي؟ او انت عايزه، لو انت عايزه في الهاكرز او برامج الهاكسر، فانت عندك، انت لو كتبت مثلا واي فاي هنا بيبقى عندك هنا في برامج هاكرز كتير واي فاي وبتبقى مدعومه، بس لازم طبعا تستخدم معاك محول او مراقب شبكات، تمام. ده بيبقى حوالي عامل 35 دولار على الانترنت. المهم ده مش موضوعنا، يعني ابقى اشرح لي فيديو جديد. موضوعنا دلوقتي ان احنا ازاي هنسطب التول براوزر على الكالينكس. طيب انا هعمل طريقه دلوقتي على الكالينكس، تمام، لان هيحصل فيه مشاكل كتير قوي على الكالينكس ما بتشتغلش التور براوزر او ممنوع على الكالينكس. طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ لانك لو رحت هنا وكتبت التور براوزر على المتصفح على الانترنت العادي، تمام، بره يعني الفي ام وير، هتلاقي ان هو بيفتح معاك عادي. لو انت هنشوف دلوقتي اهوت، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه التور براوزر ما بيفتحش على اي، يعني حتى الموقع اللي هو على الانترنت العادي ما بيفتحش، هيبقى في مشكله جامده جدا. فلازم نعمل الطريقه اللي انا هعملها دي. ايه هي الطريقه؟ انك بتفتح معايا مقاومه الاوامر بتاعه الكالينكس، تمام، تكتب كلمه سودو اي اب تي، تمام، ابديت، انا اسف، بيطلب منك الباسورد. انت بتعمل كالي، تكتب كلمه كالي، تمام، لحظة واحدة، تمام يا جماعة. المفروض انك اول ما بتكتب الباسورد كالي بيبدأ معاك ان هو يحمل. طبعا يا جماعة انا اسف، انا بعتذر جدا جدا ان في مشاكل بتحصل، تمام، فانا بحلها لنفسي مع نفسي يعني، تمام. فانا كل اللي عملته والله ما فيش اكتر ان انا كتبت الباسورد. لما احنا وقفنا عند الباسورد فانا قلت لكم لحظة يا جماعة كتبت الباسورد كالي. طيب في ناس مش هتظهر معاه وهو بيكتب الباسورد، يعني هتلاقي مثلا بيكتب الكلمه بس ما بتظهرش، بس هو بيكتبها اصلا، يعني الكلمه ما بتظهرش. يعني انت كتبت كلمه كالي وضغطت انتر هيجي لك زي ما انت شايف كده، يبدا معاك ان هو يسطب الاب ابديت، تمام. هو بس كل اللي احنا عايزينه يعمل دان دان وخلاص، ماشي، تمام. طيب ايه الامر اللي انت بعدها؟ بعد كده بتقوم قايل له انا عايز السوتو اب ابديت، تمام، انستول، الكلمه دي بالظبط تاخدها كوبي، تمام، الامر ده وتعمله باس سيلكشن، تمام. بعد كده بتضغط انتر، تمام، بيبدا معاك ان هو يسطب لك زي ما انت شايف التور براوزرز معاك اهوت واحده بواحده لحد ما يعني ايه تاخد بالك.
لحد ما يخلص مع نفسه كده براحته خالص يعني. طبعا انت حاسس بقى دلوقتي انك هاكر وبتاع والكلام ده، مش مهم عادي مفيش مشكلة، انا همتعك، انا معاك النهارده لحد ما خلص خلاص. طبعا انت داخل هنا انا عايز احمل اعمل تور براوزرز واخلص نفسي وفاكر الدماغ وفاكر الدنيا سهله، بس انا كواحد من الناس انا خايف على مصلحتك. ليه؟ لانك لو شغلت التور براوزرز على لو انا يعني بص انا هتعب نفسي ليه؟ ما انا ممكن اقوم قايل لك التور براوزر هو يا ابن الحلال زي ما انت شايف كده، ده التور براوزر تمام، واقوم داخل لك على ال زي ما انت شايف هو بيعمل كونكتنج لوحده، خلي بالك يعني اول مره عشان انا كاتب اولويز كونكتد اوتوماتيكلي بيخش لوحده يعني بيقعد دقيقة ونص على حسب سرعة الإنترنت عندك أو على حسب، وبيخش على الدارك ويب أو وتبدأ بقى إنك تتصفح بقى اللي أنت عاوزه تمام. يعني هو ده المتصفح تمام، فيعني مفيش مشكلة خالص إنك كنت أخش من هنا، بس أنا مش عايز أعمل كده يعني لأن في مشاكل كتير هتحصل تمام. بعد كده الأمر التالت إنك بتاخد ده برضك كنترول سي، وبعد كده بتعمل له باست سيليكشن وتبدأ إنك هو زي ما أنت شايف كده بيبدأ إن هو يحمل معاك ال زي ما انت شايف كده داونلود تور براوزرز. ولا انت بقى تتعب دماغك ولا تقول بقى ليه الموقع مش شغال بتاع التور براوزر، مش عارف اخش مش عارف اعمل كذا، لا ما تتعبش نفسك، هو التور براوزر شغال قدامك اهوت وبيحمل بس كده يا عم، بس كده يا معلم. بعد دي ما تخلص بتبدا ان هو هتلاقي التور براوزر عندك في القايمه دي تمام، بتكتب هنا تور براوزرز بيبدا بيفتح معاك وتبدا تعيش حياتك على الانترنت المستقبل. طبعا انت هنا بقى مخطوط والدنيا خايف بقى يكون في حاجه هتحصل، لا خالص الكلام ده يعني روح شوف اي حد يقول لك لازم تنزل في ام وير او تنزل ابديت بوكس على او البيت بوكس على الجهاز بتاعك لو انت هتشغل حاجه من الحاجات دي، لان عشان لو حد حصل اي حاجه فدي نسخه وهميه، تولع النسخه الوهميه انزل نسخه وهميه تانية مش هيحصل اي مشكله. طيب زي ما انتم شايفين معانا يا جماعه دلوقتي بدا ان هو يشتغل معانا المتصفح تمام، انت بتضغط الويست كونكت اوتوماتيكلي وبعد كده بتعمل كونكت. طبعا ما تتخضش من اي حاجه، هي واحده واحده معاك لحد ما يظهر الحمل ما يبتدي. خلاص احنا عايزين مش عايزين الكلام ده كله نقفله تمام تمام ما عايزين نقفل ده كمان هنقفله خلاص. هو انت كده كده لو جيت هنا وكتبت كلمه تور هتلاقي التور براوزر زي ما انت شايف كده ده وده تمام. هنا بتستنى شويه يعني انت لازم تستنى لحد ما يخلص كونكتنج بتاعه عادي جدا وبراحته يعني ما تستعجلش عليه تمام. انت مش وراك حاجه، انت وراك حاجه؟ لا مش وراك حاجه خلاص احنا قاعدين يعني لحد ما تخلص. طيب عشان بس ما اطولش عليكم انتوا هستنى يعني هستنى واقف لدي لحظه. طيب يا جماعه هو بعد مجهود كبير تمام معايا هو فتح اخيرا تمام، لان كان في مشكله كبيره جدا ان هو يتصل ب كم سيرفرز معين كده هو بيقدر ان هو يعني يعملها عشان يقدر ان هو يخليك ستاندرز او سيرفرز او سيفست تمام تمام انت اللي بتختار تمام. افرض جه يحمل معاك وما ظهرلكش الدك تاك دوت جوجل، المفروض ان هو ده زي مثلا جوجل زي جوجل بالظبط، بس طبعا ده برايفتلي تمام زي ما هو كاتب كده اكسبلور برايفتلي تمام. افرض هو ما فتحش معاك وما عرفتش يفتح، طيب الموضوع سهل جدا، كل اللي بتعمله انك هنا بتيجي هنا على الاونلاين سيرفرز بتعمل الويز تمام، وبعد كده هنا بتنزل تحت شويه، لا استنى تمام تاني استنى حد بس ايه المفروض انك هنا بتضغط على زي ما انت شايف كده الكونكتنج، بتيجي عند هنا عند الكونكشن تمام، بتيجي عند الكونكشن بتلاقي هنا في كلمه اونلاين وبتلاقي التور نتورك، بتلاقي هنا نوت كونكتد وبتلاقي في علامه حمراء بيقول لك ان في مشكله عندك في الترافيك يعني اللي هي المرور بتاعت ان هو يتصل بسيرفرات معينه كتير عشان ما تتقفش زي ما هو بيقول كده مش عارف. فانت بتعمل ايه؟ انت بتيجي هنا تعمل كويك ستارت اولويز كونكت اوتوماتيك تمام، بعد كده بتيجي عند البرايتشز وبتعمل هنا بتاخد هنا علامه صح تمام your connected branches، بعد كده بتيجي هنا بتلاقي في كده بتعمل لقيت لي كلمه connected بتعملها connected ال obi fs4 branch ده بتعملها connected، تنزل تحت بتلاقي في حاجه انك select bullet in branch بتضغط عليها بتختار البرايدج اللي هو ده تمام، هو هتلاقي بيقول لك اختار ده فانت تختار، بعد كده بتعمل request branch بتكتب كود معين كده هو بيديه لك، الكود ده بيبقى موجود هنا بتكتبه تمام، بتضغط على صمت، بعد كده بيبدا ان هو تلاقي هنا تخش هنا على الصفحه اللي انت سايبها تحمل هتلاقي لوحدها بدايه تحمل
وبدأت تشتغل. طيب انت مش عارف تعمل الاعمال دي كلها، تعمل ايه؟ تبدأ انك ترستر الفي امير نفسه كله، وبعدين تشوف هل هيشتغل معاك ولا لا. لو ما اشتغلش ارجع لي في التعليقات وقول لي ما اشتغلش، وانا باذن الله هحل لك المشكله دي. طيب دلوقتي تقدر انك تجيب اي موقع من على من اي موقع من مواقع الديب ويب او الدارك ويب، تحطها هنا في البرايفيتلي او الدك تاك جو، تمام، ويبدا ان هو يشتغل معاك. بس انا مش هخش على اي مواقع، مش لازم ان اخش، بس انا ممكن اديك بعض المواقع المعينه ان انا ادالك في الديسكريبشن. المفروض ان احنا كده نكون خلصنا النهارده الشرح بتاعنا. طبعا هو الشرح طول شويه، بس طبعا عشان ده كله مستحضر، فلما انت عايز تخش تشوف الدارك ويب والفضول جاي لك يعني. طيب على العموم خلاص كده، طيب كده المفروض خلصنا النهارده.